طبعا زي ما قال الكابتن شريف، هارد لاك للفريق النادي الاهلي، وموسم استثنائي كان بالنسبه لعيبه النادي الاهلي، موسم متميز. وخساره بطوله لا تعني ان انا انسى او اغمض عيني عن انجازات الموسم العظيم بالنسبه لرجاله النادي الاهلي اللي حصدوا فيه جميع البطولات ما عدا بطوله الدوري. كابتن علاء، يمكن بعد 3-1 ورجوع النادي الاهلي للمباراه اداك انطباع في الملعب حتى، ويمكن وصل للجهاز الفني، ان المباراه انتهت. طيب قبل ما اتكلم على مباراه النهارده وعلى فريق النادي الاهلي، هنا في قناه الاهلي او كل المشجعين في النادي الاهلي دايما انت بتقدم الحاجه الصح. ايوه بتقدم دايما اللياقه في كل حاجه، انت مثل في كل حاجه. أيوة. في الروح الرياضيه، في شكلك، في طريقه كلامك، حتى لما بتيجي بتنقد حد بتنقده بمنتهى الهدوء ومنتهى الاحترام. قبل ما نتكلم مباراه النهارده لازم نقول الف مبروك نادي الزمالك الدوري السنه دي. لازم تبقى انت بتقدم دايما حاجه كويسه، حتى لو بتقابل حاجه العكس، لا انت دايما انت خليك انت دايما دايما لوحدك، انت دايما النادي الاهلي لوحده، منفرد لوحده في كل حاجه. في شكلك، في شكل ادارتك، في شكل لعيبتك، في بطولاتك، حتى في جماهيرك انت مختلف. فلازم ما يحصل حاجه زي كده النهارده، مبروك لنادي الزمالك بطوله الدوري السنه دي. دي حاجه واجب، الرياضه بتقول كده على فكره، الرياضه ما فيهاش ولا خصوم ولا في حاجه خالص، في حاجه اسمها روح رياضيه. حتى لو الـ 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 الاخر مش بيبادلك بنفس الحاجه دايما، لا، لكن انت لازم تخليك انت الاحسن. النهارده زي ما كابتن شريف قال، مبروك نادي الزمالك بطوله الدوري الموسم ده. نتكلم عن مباراه النهارده، انت قلت بعد 3-1 الاحساس العام للمتفرجين، للجهاز الفني، للعيبه وصل في الملعب، وده اسوء حاجه حصلت، انك المباراه خلصت. المباراه بتخلص لما بحكم بيصفر، بغض النظر عن اللي حصل في اخر دقائق. كان بيتكلم اسامه وكابتن شريف دلوقتي، كابتن نصر موجود في حته ضربه الجزاء وتوقيتها واللي حصل فيها، بس ده يعني لا يعنيني بشيء. قبل ضربه الجزاء كان في حاله مش طبيعيه في الملعب، حاله لا مبالاه في الملعب. ايوه لعيبه الجونه ضغطاك على طول في ال 18 وانت مش عارف تطلع، وضغطت نفسك بدون اي داعي، والملعب اتفتح بطريقه مش طبيعيه. الكلام اللي كله كنا بنتكلم فيه قبل الاستوديو حصل في اخر 5-6 دقائق بلا مبرر. 3-1 يا ايمن، في لغه الكوره الموضوع انتهى تماما. لو الكوره زي ما كنا بنتكلم، زي ما قلنا وزي ما قلنا، بعد ما تبقى كسبان انت من حقك تمشي المباراه زي ما انت عايز، مش زي المنافس ما عايز. المنافس راح عامل كور طويله وضغطك، انت لازم تبقى من الذكاء ان كل كره في رجلك ما تطلعش من رجلك غير في حالتين، لواحد او تاخد فيها فاول، خلاص الموضوع سهل يا جماعه. والجونه ولا الفريق اللي ضغطك ولا اللي عامل عليك كثافه دفاعيه ولا حاجه خالص، كل الحكايه موجوده، المساحات موجوده، بس برضه عملت الخطا اللي بتقع فيه للاسف في كل مره. جريت المنافس على نفس الاداء بتاعه، انت مش محتاج تلعب بسرعه، مش محتاج تسيب مساحات، مش محتاج تلعب كوره طويله، مش محتاج عايز جول رابع. المباراه انتهت 3-1، خلصت رسمي رسمي، يعني المنافس الجونه هو متاكد المباراه خلصت 3-1 مع النادي الاهلي باسمه بلعبته. لا طبعا انت بتتكلم في حاجه في لغه كره القدم حاجه شبه مستحيله. يعني انا اتحدى لو في حد كان بيتفرج بعد 3-1 في الملعب، بره الملعب، هنا في البيوت، يقدر يقول لي ان كانت الجونه هتعدي 3-3. استحاله، مش ممكن. مع النادي الاهلي بشكله، بشكل الشوط الثاني، بالضغط الهجوميه اللي عملتها، بالتعادل، ب2-1، ب3-1، هو ده النادي الاهلي. لكن ليه اختلفت في اخر 10 دقائق؟ دي الغلطه اللي انت عملتها. ما نيجي نتكلم في الحته الفنيه، لكن هي دي الغلطه اللي حصلت وحيده بس يعني. لكن المره الثانيه طبعا بتفق معاك كابتن شريف، كل التحيه، كل التحيه مليون مره للمجموعه اللعيبه دي، للجهاز الفني، لاداره النادي الاهلي، على الموسم اللي مش طبيعي في كل حاجه. صح. مش طبيعي في الضغط اللي فيها، في كل اللي احنا مرينا بيها، اللي مش طبيعي كمان في كم بطولاتك، الحمد لله رب العالمين. صحيح. بطوله تروح والخساره لا تقلل من جزاتك كذا الموسم. لا خساره مين كذا يا مفيش. بص يا ايمن، انت عندك رصيد بطولات، وعندك رصيد عند الجماهير، وعندك رصيد عند كل الناس يشفع لك بكل حاجه. يعني المجموعه دي لا، ده يشفع لها ان هي خسرت الدوري، مش مشكله، ده انت تحتفل بيهم وتهنيهم على 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 الموسم اللي هم عملوه ده، وعلى البطولات اللي احرزوها للنادي الاهلي وفرحوا جماهيرهم. وجماهير النادي الاهلي جماهير واعيه جدا ومقدره اللعيبه دي ومقدره المجهود اللي فيه ده، ولحد انت اخر مباراه انت لسه كانت رجليك موجوده، انا عايز ممكن تاخد بطوله الدوري، لكن في الاخر خلاص
لاخر حاجه الدوري ده راح منك. ايوه على فكره الدوري ده راح منك انت من النادي الاهلي، عشان كده بقول لك النادي الاهلي هو بيتحكم في كل حاجه. النادي الاهلي هو ممكن ياخد الدوري، النادي الاهلي ممكن ببعض الاخطاء هو اللي يفرط في بعض النقاط، وحصلت طبعا اخطاء مننا واخطاء مش بعيد عننا خالص، لكن في الاخر خسرت بطوله لا تعني شيء على الاطلاق خالص. وكل التحيه لمجموعه اللعيبه والجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي. صحيح.